وينك أنت اليوم من تمويل المشروع متاعك؟ إذا أنت صاحب مشروع وتحب تموله، التمويل يقعد ديما أول عائق باش تطور المشروع متاعك. في تونس فما ديناميزم كبير، الشباب، الانتربرونور، الارتيست وحتى المجتمع المدني يطوروا ويزينوف ويلقوا حلول جديدة ومشاريع كبيرة، لكن المشكلة اليوم ما همش لاقين التمويل المناسب للمشاريع متاعهم على خاطر ما عندهمش لي غارونتي نيسيسير باش ياخذوا القروض. أما اليوم فما حلول جديدة دو فينانسمون ألترناتيف كيما الكراود فاندينغ اللي تمكن أصحاب المشاريع باش يلقاو تمويل المناسب للمشاريع متاعهم، وزادة باش يعرفوا بالمشاريع متاعهم على انترنت في جميع أنحاء العالم. شنو هو الكراود فاندينغ؟ الكراود فاندينغ كلمة إنجليزية نقصد بها فينانسمون بار لا فول، وبالفرنسي نسميه الفينانسمون بارتيسيباتيف، وبالعربية نسميه التمويل التشاركي. الكراود فاندينغ هو فينانسمون إنوفون يخلي برشا عباد على الانترنت تمول صاحب مشروع يعجبهم ويقروا باش يسندوه. كونكريتمون باش يلقى التمويل متاعو، صاحب المشروع يمشي على بلاتفورم دو كراود فاندينغ، يقدم المشروع، يقدم ليكيب متاعو، يقدم حتى الامباكت متاع المشروع والميزانيه اللازمه للتمويل. بعد يعلم الكوميونيتي متاعو، العباد اللي يعرفهم وزاد العباد اللي ما يعرفهمش فيا لي ريزو سوسيو. ولازم نعرفوا اللي الكراود فاندينغ يمكن من تمويل اي نوع من المشاريع، ثقافي، فني، اجتماعي، مجتمع مدني ولا انتربرينوريال. وصاحب المشروع نجم زاد يكون فرد، جمعية، شركة ولا حتى بلدية. الكراود فاندينغ فيه أربعة طرق للتمويل. الطريقة الأولى هي الكراود فاندينغ دون الهبة، أغلبية المشاريع في مجال الاجتماعي والتضامني. الطريقة الثانية للتمويل via كراود فاندينغ هي لا بريفونت ولا الكراود فاندينغ دون avec contrepartie. الانتربرونور يسوق المنتوج متاعو قبل صناعته بأسعار تفضيلية، والفلوس اللي يتحصل عليها تمكنه من صناعة هالمنتوج. الطريقة الثالثة للتمويل هي الكراود لاندينغ، الشركة تتحصل على قرض فيا لا بلاتفورم دو كراود فاندينغ وترجع الفلوس اللي تحصلت عليهم للانفستيسور افيك و سون انتيري. والطريقة الرابعة للتمويل هي ليكويتي كراود فاندينغ وإلا لا سوسكريبسيون دو تيتر دون لو كابيتال دي زونتربريز. المستثمرين يحطوا فلوسهم دون لو كابيتال تاع ستارت اب ولا انتربريز ويوليو دي اكسيونير. في الاخر نحب نقول لكم ان الكراود فاندينغ عنده افاق كبيره برشا. في 2020 تم تمويل مشاريع بقيمه اكثر من 100 مليار دولار في العالم، النصف متاعهم مشات لتمويل لي زونتربرونور واصحاب المشاريع. وفي افريقيا التطور بتاع الكراود فاندينغ مازال متواضع افيك بلو دو 1 مليار دو دولار دو فينانسمون كوليكتي في 2020. وفي تونس احنا متفائلين اللي الكراود فاندينغ باش يكون دفعه لتمويل اكثر فاكثر من مشاريع ناشئه وصغيره.